السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من افتتاحية صحيفة طريق الشعب بعنوان مليون طفل عراقي في خطر. تقول الصحيفة: ملفت هو تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط الذي بيّن فيه وجود مليون طفل عراقي محرومين من الغذاء والصحة والتعليم، وبغض النظر عن الرقم الحقيقي لهؤلاء الأطفال الذين تشير كل المعطيات إلى أنه يفوق كثيراً الرقم المنشور، يبرز السؤال عن الخطط الحكومية لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة. فمعاناة مليون طفل، إذا قبلنا بالرقم أصلاً، تعني أن مليون عائلة تواجه مشاكل في السكن والغذاء والصحة والتعليم، ناهيكم عن الأمور اليومية الأخرى. فكيف تتعامل المنظومة المتنفذة مع هذه المعطيات؟ ولنا أن نتصور حجم التأثيرات المجتمعية في حال تفاقمت هذه الأزمة. إن جل هم المنظومة المهيمنة هو إدامة المحاصصة والمكاسب وما يوفره لها الاستحواذ على السلطة من امتيازات ونفوذ. ولعلنا لا نحتاج هنا إلى التذكير بإمكانية تأثير هذا الحرمان في شريحة الأطفال باتجاه تورطهم في أعمال خارجة عن القانون وسقوطهم في شباك الجريمة المنظمة، فضلاً عن أن الواقع المعيشي لأهاليهم يضطرهم إلى البحث عن عمل للمشاركة في تحمل أعباء الحياة. وهنا تبرز المشاكل المجتمعية المتمثلة في العنف الجسدي والتحرش الجنسي وتناول المخدرات والأمية وربما استغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر. يبقى مهماً توفير فرص عمل لائقة لعوائل هؤلاء الأطفال عبر تنويع الاقتصاد والاستثمار الجيد للموارد ووقف هدر المال العام والرقابة على كيفية صرف الأموال المخصصة في الموازنة، بجانب توفير مستلزمات الدراسة والتعليم المجاني لهم. الأرقام تتحدث عن واقع مر، وصار أمر هؤلاء معروفاً، فلا يفترض أن تتغاضى الجهات المعنية عن القيام بواجبها تجاههم. إلى موقع ألترا عراق، ونقرأ مقالا للكاتب عبد الله ناهض يقول فيه: كما يعلم الكثيرون منا أن العراق يعاني من مشكلات حقيقية على صعيد السياسة والاقتصاد والأمن، فضلا عن المشكلات الاجتماعية وغيرها، ولا تزال الحكومات المتعاقبة عاجزة عن حلها لأسباب عديدة، في مقدمتها الفساد الإداري والمالي وهيمنة قوى السلاح على الدولة. يقول الكاتب كذلك: عفواً، ما تتحدث بشأنه هذه المقالة أو تركز عليه المخاطر الوجودية الحقيقية المتزايدة في العراق وتأثيرها هنا في غاية الخطورة، كونها تؤثر على وجود الدولة والإنسان نفسه الذي يقطن الجغرافيا العراقية. المقصود هنا مخاطر التغيرات المناخية والتلوث البيئي والجفاف وانخفاض مناسيب المياه بشكل كبير وتصحر الأراضي وزيادة نسب العطش. العراق يواجه حربا طرفها المناخ والاحتباس الحراري والتلوث. أهم ما كان يميز الأرض العراقية عبر التاريخ عاملين في غاية الأهمية هما المياه الوفيرة والأراضي الزراعية الخصبة، وبسببهما قامت أهم المدن والدول التاريخية عليها مثل بابل وآشور والدولة العباسية. اليوم بدأنا نفقد أهم ما يميز هذه الأرض، أي الماء والزراعة، الأمر الذي يهدد وجود الإنسان نفسه والكائنات الحية الأخرى ومن ثم بقاء الدولة. ولهذا فإن هذه التهديدات ستؤدي إلى نشوب المزيد من الصراعات. سيتحول العراق إن لم يتدارك القائمون على أمره الوضع الخطير المحدق به من جغرافيا عرفت تاريخيا بأرض وادي الرافدين إلى أرض وادي الجفاف والتلوث، ومن كونهما أرضا صالحة خصبة للعيش البشري إلى أرض جرداء
لا تصلح حتى للعيش الحيواني. تواجه الدولة العراقية خطراً حقيقياً يهدد بقاءها، فإذا ما علمنا أن أهم ركن تشتغل عليه الدولة هو ضمان البقاء وقدرتها على الحفاظ عليه، فإننا نجد أن العراق بدولته ومجتمعه إلى حد اللحظة عاجزان عن إدراك عظم هذا التهديد ويتعاملان معه بجهل كبير. نقرأ لكم مقالا بعنوان انتخابات مجالس المحافظات، الرفض الشعبي ومكاسب السياسيين، للكاتب نهاد الحديثي. بعد حركة امتداد أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك لما اعتبره تضامنا مع مطالب الشعب العراقي، عادا تلك المجالس بأنها حلقة زائدة وبابا من أبواب الفساد. وقال الائتلاف إن في مقدمة المطالب التي تحققت هي إلغاء مجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة، وتحقق هذا المطلب بدماء بل تحقق بدماء الشهداء والجرحى. وأكد البيان بعدم المشاركة فلذلك إن حالة الفساد والنفوذ الأجنبي لا تزال مخيمة على أجواء الانتخابات، بالإضافة إلى المال السياسي الذي لا يزال لاعبا كبيرا وأساسيا في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة. أكثر من 10 قوائم انتخابية يمكن أن ينطبق عليها وصف أحزاب ظل، من بينها تجمع جديد يعتقد بأنه تابع لرئيس الحكومة ويقود الأحزاب البديلة وزراء ونواب وقادة فصائل، بعضهم يعيد الدور للمرة الثانية بعد أن لعبه في انتخابات البرلمان الأخيرة. ومن المقرر أن يشارك نحو 350 ائتلافا في الانتخابات المحلية التي يفترض إجراؤها في 18 من كانون الأول المقبل. ويشكل المال السياسي العلامة الفارقة في كل انتخابات تقام في العراق، ويقوم عشرات من المرشحين في سباق الانتخابات والمدعومين من القوى والأحزاب السياسية المسيطرة على النظام السياسي بعد 2003 بصرف مبالغ طائلة قبيل إجراء الانتخابات لكسب مزيد من الأصوات. ويحذر متخصصون في الشأن السياسي العراقي من خطورة استخدام المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدين بأنه سبب الرئيس في خراب العراق، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003. تحت عنوان السعودية مهتمة بمحطات الطاقة النووية الصينية، تقف صحيفة لوفيغارو الفرنسية بالتحليل عند دلالات الخبر الذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن قيام الرياض الساعية لتطوير الطاقة الذرية بتقييم عرض صيني لبناء محطة للطاقة النووية، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى نادي البريكس. وتقول الصحيفة إن نطاق هذا التعاون الصناعي المحتمل بين الصين والسعودية يذهب إلى ما هو أبعد من مجال الطاقة الذرية، لأنه إذا تحقق فسيكون له نطاق جيوسياسي طويل. بناء المفاعلات الصينية في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يؤكد بقوة ابتعاد الرياض عن واشنطن حليفتها التاريخية. وستغذي السعودية من خلال خطوة كهذه المواجهة السياسية التجارية المشتعلة منذ عام 2018 بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي تعمل الصين على توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، وأصبحت في هذا الإطار المشتري الرئيس للنفط السعودي والشريك التجاري الرئيس للرياض 116 مليار دولار في التجارة في عام 2022. كما إن بكين تعتبر أقل بكثير من واشنطن من حيث الاشتراطات، توضح لوفيغارو. فالولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بمساعدة المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للذهب الأسود في العالم، والتي تستعد لعصر ما بعد النفط
على تطوير طاقتها النووية المدنية، لكن بشرط ألا تقوم الرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو التزام لا تطلبه بكين، مما يثير استياء واشنطن التي تشرف على منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، كما جعل الأمريكيون مساعداتهم مشروطة بتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. أكد موقع ميدل إيست آي في تقرير لمراسله أليكس ماكدونالد أن الوفاة المفاجئة والمريبة لزعيم مجموعة فاغنر ومنتقد بوتين يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة الأربعاء الماضي أثارت تساؤلات عن مصير مقاتليه وشبكاته في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن التقرير لفت إلى أن الأسئلة الأكثر إلحاحاً تتعلق بمحمد حمدان دقلو زعيم قوات التدخل السريع شبه العسكرية السودانية المعروف باسم حميتي أو أمير الحرب في شرق ليبيا خليفة حفتر، وكلاهما من المقربين البارزين لمجموعة المرتزقة الروسية فاغنر. في ليبيا قدم مقاتلو مجموعة فاغنر الدعم لحفتر حيث دعموه في هجومه الفاشل على طرابلس في 2019-2020، ويتواجدون حالياً في مواقع رئيسية مثل المنشآت النفطية. وفي السودان المجاور عمل عملاء فاغنر جنباً إلى جنب مع قوات الدعم السريع التابعة لحميتي التي تخوض حالياً صراعاً مسلحاً مع القوات المسلحة السودانية. وبحسب ما ورد تزود فاغنر قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو مما مكنها من مواجهة القوة الجوية للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى. أما في ليبيا فيؤكد التقرير أن عمليات فاغنر كانت أكثر علنية حيث لعب مقاتلو فاغنر دوراً رئيساً في هجوم حفتر على طرابلس وعطوه في البداية زخماً جديداً قبل أن ينقلب المد في النهاية ضده، وساعدت تحصيناتهم الدفاعية في وسط ليبيا في درء احتمال شن هجوم مضاد عندما انهار الهجوم. ويعتقد أن مقاتلي فاغنر لا يزالون في ليبيا بالمئات إلى جانب السوريين الذين يوظفونهم. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل، وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يعيش نحو مليون لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة في مخيمات مزرية في بنغلاديش منذ فرارهم في عام 2017 من حملة قمع شنها الجيش البورمي
وتشكل محور تحقيق في أعمال إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وتظاهر الآلاف من اللاجئين الروهينجا الجمعة الماضية داخل مخيماتهم على الرغم من غزارة الأمطار الموسمية، مطالبين بعودة آمنة إلى بلدهم بورما في الذكرى السادسة لأعمال العنف العرقي التي دفعتهم إلى الفرار. وتم تنظيم العديد من التظاهرات في عدة مخيمات محاذية للحدود مع بورما، وشارك نحو 10,000 لاجئ في تظاهرة بالمخيم الأكبر. ويسود إحباط واسع بسبب الفوضى في أماكن إقامة اللاجئين، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنسانية وعدم إحراز أي تقدم في خطة إعادتهم إلى بورما. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية التي يقدمها للاجئين الروهينجا في بنغلاديش بسبب نقص التمويل الناجم عن تراجع التبرعات. صورة وتعليق تقع سراييني الأثرية تحت الأرض، ويعود تاريخها للعهد الروماني بولاية قونيا التركية، حيث بلغت المساحة المستكشفة من المدينة 20,000 متر مربع. وتحوي المدينة مساحات منزلية وأقبية وآبار مياه ومستودعات ومواقد ومداخن وأماكن لوضع المصابيح بحسب وكالة الأناضول. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Size is kind of driven primarily by on any of these space missions we tend to be limited in the amount of mass and volume that we can occupy, that we can send into space, and especially with a multi-agent team, if you want to have multiple of them, you're now taking that volume that you and mass that you allocation that you usually have for a single spacecraft or rover, and you have to divide it by the number of agents that you're sending. Robots themselves are quite capable in their autonomy. Like on board, they can estimate where they are in the world, what the world looks around them, so they can detect hazards and things of that nature. And they don't need our guidance, for example, to drive from point A to point B without hitting a rock or going into a crater. They can do this on their own. Going to see whether the robots can coordinate using this basically distributed instrument on the surface of the moon, and whether we're going to get data that shows that we're capable of performing these distributed measurements, because I think that's kind of an important piece of data to get from the moon, so that we can show that this technology is applicable to future missions. My hope for Qadri is really that we're demonstrating that multi-agent autonomous teams is something that's a feasible tool for space exploration in the future, so that on subsequent mission proposals, folks will think about, well, what could we actually enable by sending multiple robots rather than just one, right? So what new things can we unlock? What kind of new exploration, what kind of new science can we conduct to learn more about our solar system and the universe in general with such systems?
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.